بسم الله الرحمن الرحيم. السمكة الكبيرة راحت فين؟ فين؟ فين ده ايه؟ ما انت حطاها بايدك يا عزيزة. ما تكونش حدايه خطفتها. حدايه مين يا اختي؟ ما يقدر عليها الا الشديد القوي. شمشمي كده حميلة. جي وقعت في شر اعمالك. والعمل تعال. حرامي؟ حرامي ونوري كمان. لا مش وش على دراعي زي اوعى انت. هات بقول لك. استني شوي. عايزه ايه يا شاطر؟ عايزه سمكتي يا شاطر. هات سمكتك ليه؟ هي مكتوب عليها اسمك. احنا اللي صدناها من البحر. هو يعني البحر ده بتاع ابوك؟ اوعى تجيب سيره ابويا على طرف لسانك. انت مش عارف احنا ابونا مين؟ هيكون مين يعني؟ احنا اولاد المعلم حنفي شيخ الصيادين. طز. ولما انتوا بنات الشيخ الصيادين مالكم مفجوعين كده على حته سمك؟ لا 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 يا اخويا خدوها بالهنا والشفا. ياخدوها ده ايه؟ هات السمكه حرامي. اشمعنى انت اللي مسحوبه من لسانك واختك كلها ذوق وانسانيه؟ يا اخويا اسم الله على ذوقك، ده انت كلك شهامه وانسانيه. سيبها له يا عزيزه. سيبها لهم ازاي؟ دي الشوكه فيها خساره في بدنهم. هات السمكه. لا يا اختي بعد الشر على بدنك. وبعدين بقى ما تخلوش استعمل معاكم القوه بقول. وهو ليه بس؟ ما نتفاهم احسن. اوعي. هات السمكه. فاهم حلو قوي. وبعدين هنتفاهم. بقول لك هات السمكه. يا انتوا اصطادتوا السمكه دي من البحر. واحنا اصطادناها من البر. يا سام. وربنا حل صيد البر والبحر. هات السمكه بقول. لا. اما لصوص صحيح. شوفي بقى يا بنت انت، احنا لغايه دلوقتي ما غلطناش معاكي. تغلط مين؟ ده انا رميك تقف في البحر. هات السمكه. لا. سيبها لهم يا حسن. طب والنبي لما تنطق ما انا سايبها. سيبها لهم يا حبيبي وخلينا احنا ناس كويسين. طول عمرك كويس ورخيص وابن ناس. يا سلام لو كانت كل الناس زيك. ويا سلام لو كانت كل الناس زيك. يا ست حميده مش وقت عواطف دلوقتي يا حبيبتي. يا اختي سيبيني اتملى بمحاسنه شويه. سيبها لهم بقى عشان خاطرك بس. ايه؟ بسم الهار ان شاء الله. كاكسم مهري بدنك منك يو. لا 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 يا اختي بدن هو بس، انما بعد الشر على بدن ده. يجدي يجدي يجدي. يلا يا حميده كفايه العطله اللي تعطلناها. على عيني والنبي يا دي الشاب، ده انت جريت الدماء الحاره في شراييني. الله السمكة تاني راحت فين؟ ايه راحت؟ عشان كده سابولنا دي. قول عمل لك ايه قلبي؟ قلبي اللي انت ناسيه قولي، وانت الغالي عليه الغالي عليه قلبي. تصدق باللي خلقك من غير مناسبة؟ ان ما رجعت السمكة هخلي نهارك اسود. مش وش على الشاب اللي احسن يتخض يا قلبي. هتمشوا من هنا ولا لا؟ لا مش ماشيين. هتعمل ايه يعني؟ انت باين عليكي ما تجيش الا بالضرب. لو كنت راجل صحيح مد ايدك عليا كده. طب تعالى. اي 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 يا مجرم. انا هبطلك تقص اللسان. يلا يلا على امك انت كمان. يلا. اي 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 اي. يا خرابي عدموكوا. انا نازله حالا. وارمي يا حميده. ده فرهده خالص يا عزيزه. ان شاء الله تموت يا رب انت وامك. ما الشر عنه يا عزيزه، ده كله نخوه وطنيه. مين هم اللي عدموكوا يا بنات؟ ولدين ياما ضربونا وسرقوا السمك مننا. يا خرابي. لا 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 ياما، ولد واحد هو اللي ضرب والتاني اللي سرق وبس. ريس حنفي. جرى ايه يا ام حميده؟ تعالى يا اخويا الحق بناتك. بناتي؟ مالهن؟ حد اعتدى عليهن؟ اعتدى وبس، دول اتحروا خالص يا حنفي. كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ بناتي انا يتهروا وفي حياتي؟ ايه اللي حصل يا بنت انت وهي؟ ولدين يابا ضربونا وسرقوا السمك. لا يابا، ولد واحد هو اللي ضرب والتاني اللي سرق بس. ولا قلت لهمش انتوا بنات مين؟ قلنا لهم زودوا الضرب فينا يابا. يا نهار ابوهم اسود، لازم اذبحهم اقتلهم اموتهم واحد واحد. تعالوا ورايا. تعرف يا ابن حميدو؟ ها؟ انا بقيت اضرب في البت اللي اسمها عزيزه دي وقلبي بيتقطع. سلامة قلبك. ليه بقى؟
اصلها عجبتني جيت الحق، شجاعه وغلبويه، وانا يعجبني الصنف ده، المدائر المناكف. لا يا عم، انا يعجبني الصنف بتاع حميده، اول نساء في حياتي. يا خبر اسود، اهو جالك الموت يا سارق السمك. سارق انت وهو يا واد، اعتدوا على بنات سارق انت وهو. لا 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 يابا، ده ما مدش ايده وضرب، ده سرق بس. سرق وبس؟ كلميه انت بقى ام حميد. ازاي يا جدع انت وهو تسرقوا السمك من بناتي يا جدع انت وهو يا جدع؟ الجدع يا اختي، انا ملياش دعوه، المساله بسيطه يا مدام، ندفع لك ثمنها. وما دفعتش ليه من الاول؟ ما هو لو كانوا بناتك كويسين كنا عرفنا نتفق. كويسين غصب حبايه عينك يا حرام. اتفضل، عاجبك الشتيمه دي يا ريس؟ عيب يا عزيزه، ما يصحش ست تشتم راجل ابدا. يعني ايه؟ يعني انا ما اقدرش اشتمك؟ انتي؟ وحياه شرف ابوكي لو فتحت بقك بكلمه لقطم رقبتي. حنفي. ايوه تعب لي كده. انت عارفه ان كلمتي مش ممكن تنزل الارض ابدا. حنفي. خلاص هتنزل المره دي. عايزه كام في السمك يا ست ام حميده؟ 100 قرش بدون مناقشه. اتفضلي يا ست، ولا انك تعكري دمك ابدا. بقى سيادتك شيخ الصيادين هنا. انت ما تعرفش سويسي؟ الريس حنفي انعم واكرم. انعم واكرم ده اسم والدك؟ شايف يابا؟ اهم ابتدوا يقبحوا. دي مش اباحه يا عزيزه، ده جهل بعيد عنك. اسمك ايه؟ حموده ابن حميدو. وانا اسمي حميده، شايف ما حسن الصدف. وحضرتك؟ انا اسمي حسن. انتوا منين يا اولاد؟ احنا صيادين من رشيد، ضاق بينا الحال جينا السويس. وعندكم مركب تصطادوا بيها؟ لا والله يا ريس حنفي، تعرف لناش مركب تكون كويسه ورخيصه؟ ما تبقى لهم نورماندي حنفي. بس نورماندي دي تمنها 100 جنيه. ما انت برضه هتكرمنا يا ريس حنفي. عينيا الاثنين، ماليش بركه الا انتم. لكن انا سمعت ان النورماندي دي غرقت في الحرب يا ريس. دكها نورماندي 1، انما دي نورماندي 2. استطيع اشوف العربون دلوقتي عشان نقرا الفتحة يا سيد حسن؟ ايوه والنبي يابا، نقرا الفتحة دلوقتي دلوقتي دلوقتي. هنقرا الفتحة على نورماندي يا بت اهدي. اهي سرقتك دي اللي بتطفش منك الهدفان. ادي 10 جنيه عربون. ها هات يا وليه، ما تعقلي. بقولك هات ال 10 جنيه يا وليه، بعدين نتحاسب. انت هتجيبهم ولا لا؟ قلت لا لا. والفلوس اللي تخش جيب الاسد لا ممكن تطلع اللي على جتته. حنفي. مفيش حنفي، انا قلت كلمه وانت عارفه ان كلمتي لا ممكن تنزل الارض ابدا. حنفي. خلاص هتنزل المره دي، انما اعملي حسابك المره الجايه مش ممكن تنزل ابدا. تعالوا يا اولاد عينوا نورماندي. ايه رايك بقى في اللقطه دي؟ لكن دي بايظه خالص يا ريس حنفي. بايظه ايه يا راجل انت؟ ما بايظه الا الشيطان. انت متاكد يا ريس ان المركب دي بتمشي في البحر؟ تمشي في البحر وفي البر وعلى الحيط كمان. انا ليا بركه اللي انتم. لكن يا ريس حنفي. لا لكن ولا حيثم، احنا قرينا الفاتحه خلاص والعربون معايا. اتفضلوا بقى نكتب العقد عند البزفان. بزفان دي ده سمسار مراكب وقباني وكيل اعمال وسائط توجيهيه، يعني شهر عقاري متجول. اتفضلوا معايا.
ده تقاوي راجل ده ولا بدا فندي فين يا واد؟ راح لينا وجاي حالي. طب روح استعجله. حاضر. اتفضلوا. اتفضل يا فندم. اتفضلوا. ايه اليافطة دي؟ ده البدا فندي. ما هو البدا فندي ده ابو الناسة. ازاي يعني؟ اصل قريت الفاتحة معاه على عزيزة بنتي. الله، هي عزيزة هتتجوز الباز؟ ليه لا؟ راجل مثقف ومستوعب الاشياء وقاري. هو عزيزة موافقة على الحكاية دي؟ ما دام انا موافق مفيش معارضه ابدا. طب ومالهم ما اتجوزوش لغايه دلوقتي ليه؟ والله بقى المدام بتاعتي راسها والف صرمه قديمه، لازم حميده الكبيره تتجوز الاول. طيب وحميده الكبيره دي ما اتجوزتش لحد دلوقتي ليه؟ اسمها ونصيب، يا ما جالها عرسان وتيجي في اخر لحظه وتتعقب، لكن انا قلبي حاسس إن العقدة هتتفك على إيديكم. ما بس بقى ليه؟ قوم قوم. البسطة جت يا ولد؟ لسه بس يا فندم. طب إذا جه حد يسأل عني خليه يستناني بره، أنا مش هنا خالص. حاضر يا فندم. أهلا ريس حنفي، خير؟ مين دول؟ دول جماعة معارف قديمة من رشيد، بعت لهم نورماندي وجاي لجنبك عشان تكتب لنا العقد. يه 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 يه. انت بعت لهم نورماندي؟ خدمة لوجه الله، كمان احب اساعد الشباب الناهض. واخدت منهم دول كام يا ريس حنفي؟ 10 مقدما و15 مؤخرا. صلاة النبي احسن. معاكوا رخصة صيد يا شطار؟ لا والله احنا ضيعناها في رشيد. طب دي فيها مخالفة وغرامة وحبسة أو إحداها. يلا بينا، بلاش نورماندي، يلا بينا. بلاش نورماندي ازاي؟ وأنا خلصني زعلكم؟ أنا طلع لهم رخصة يا باشا فندم. أساميكوا. أنا اسمي حسن محمود. وأنت؟ حميدو السيد ابن حميدو. صلاة النبي أحسن. وساكنين فين؟ اكتب عنوانهم عندي أنا. ياه، دول يظهر عزاز عندك قوي يا ريس حنفي. يا عم ما تخلصنا بقى، انت سمسار ولا وكيل نيابه؟ دي بيقول ايه الجدع ده يا ريس حنفي؟ انا فك اصله خايف لابو نعناع يبرد. ابو نعناع ده ايه بقى؟ اصل المدام بتاعتي عامله لهم